مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده برنامجكم حكايات مع مروه عزام. اهلا بيكم يا رب تكونوا بالف خير. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، مهم لان انا يعني من ساعه مجالي والابتسام على وشي هو يبدو كوميدي لكن من وراه بيحصل مشاكل كتير قوي. النهارده راجل قاعد بيقول انا هتجنن من مراتي، مراتي هتجنني، عايزه تعمل سحر اسود، عايزه تخلي بنتها عينيها ملونه قصاد العرسان عشان قال ايه تجيب العرسان، او عايز تعمل سحر عموما الوانه ايه انا مش عارفه. بيقول انه متجوز من 25 سنه، من ساعه ما اتجوز وهو بيشوف حاجات غريبه بيشوفها من مراته، لدرجه ان مراته بتقلب الشباشب وبتشيلها تحت السراير وبتقوله ان احنا كل ما نعمل كده ما نتخانقش ونبقى سعده، بتربط حاجات معينه في السرير، بتعلق حاجات معينه في البلكونه. بيقول ان مراته ست كويسه جدا وبتستحمل اي ظروف، ولما اتزنق قبل كده بعت له ذهبها واي فلوس معاها هي بتديها له، وكان كمان عندها شقه فتحتها له محل عشان يتحسن دخله. بيقول هي كانت بتربي عيالها بتربيه مش هقول وحشه لكن عندها هس من كل حاجه، بتخاف من الناس وبتخاف من العين، بتؤمن بالسحر والاعمال، ممكن لو حد دخل تقول اصل ده كان عين وحشه، اصل ده ريحه مش حلو، اصل انا اتقبضت منه. عندها معتقدات غريبه ومش عايزه تغيرها، لدرجه ان هي لابسه خرز ازرق كتير جدا، بتلف على ايدين العيال خيوط على ايديهم عشان ما يتحسدوش، وجايبه شبكه من صياد كده معرفش جابتها منين مقطعاها وربطها في كل هدومنا وكده ما يتعمل لناش اعمال ومحدش يقدر يأذينا. حط على المحل بتاعي وعلى باب شقتنا قرون خرفان، قرون خرفان، الناس كلها بقت تخاف تتعامل معايا اصلا ولا مع العيال، بيخافوا من بيتنا عموما، بيخافوا يدخلوا بيتنا، كلنا لابسين خرز ازرق، كلنا في رقبتنا خرز ازرق، ايدينا مربوط فيها خيوط، الهدوم بتشتريها الوان معينه وبتجبر ولادي يشتروا الوان معينه، وبتقول ان في الوان بتبقى اكتر عرضه ان حد ممكن يأذينا او يعمل لنا اعمال. حتى انا كراجل فضلت تلف لحد ما جابت لي محفظه لونها احمر، بقت اقول لها انا همشي بمحفظه حمراء تقول لي ايوه اصل السودا بتطير الفلوس. كنت هتجنن، قلت لها يعني ايه الصودا بتطير الفلوس والحمرة مش هتطير الفلوس؟ تقولي لا اسمع بس الكلام. حياتها كلها على كده، لو جينا طلبنا اكلة معينة تقول لنا اصبروا كده ادوني يومين عشان اشوف انا ينفع اعملها ولا لا، اقول لها تنفعي تعمليها ولا لا، هو في حاجة اسمها كده؟ تقول اه انت ما تعرفش، لازم كده باخد وبدي مع نفسي وفي حاجات معينة بقولها وفي حاجات معينة بتجيلي عشان اعرف. اوعى تفتكرني ان انا باخد قرار عشوائي في حياتي. طريقتها غريبة، ومش بس هي طالعة من بيت برضو عليهم طريقة غريبة ودماغهم غريبة، طول الوقت بيتكلموا بالطريقة دي، ما عندهمش منطق لأي شيء، كل حاجة بتحصل لهم في الدنيا يا إما بني آدم حاسدهم، يا إما بني آدم ساحل لهم، يا إما بني آدم عامل لهم عمل، ما فيش أي حاجة بيعملوها ويقولوا اه احنا غلطنا في كذا او احنا قصرنا في كذا. لو اي حاجة حصلت في بيتنا تقولي اه فلانة الفلانية وقفتني في الشارع وقالت لي كذا كذا، لو عملت اكلة طعمها وحش تقولي اه اصل فلانة نظرتها شافتها وانا طالعة بيها واكيد عشان كده طلع طعمها وحش، ولو الاكلة طعمها حلو تنسب لنفسها ده وتقول اصل النهاردة كان مزاجي رايق وقعدت اتكلم كده مع نفسي وجالي هاتف وكلام احنا ما بنفهموش. وانا طول الوقت بعاني من ده فيها وبعاني من طريقتها دي، بس في الاخر برجع اقول طالما هي كويسه ومحترمه وصيناق خلاص مش مهم، ده عيبها واستحملها، اخد شويه الخيوط اللي بتعملها شويه البسها وشويه اقطعها وارميها، شويه تحكم عليا البس خرزه زرقاء البسها شويه واقطعها وارميها، تقول لي على الدبله لازم البسها في مكان معين، تقول لي ما تلبسي في الصباع ده البس في الصباع ده، عليها حاجات كده غريبه، وكل ده بيعدي لحد ما بنتنا اللي في كليه اللي عندها 20 سنة يعني ما عندستش ولا حاجة لسه ما تخطبتش ولا تقدم لها حد، المراتي مصممة انها تروح لشيخ او لساحر عشان يعمل لها عمل عشان قال ايه تجذب العرسان، ومش بس انها تجذب العرسان دي كمان بتقول للشيخ خلي عينيها كده تبان ملونة خضرة زرقاء عشان اي واحد يشوفها يعجب بيها، وهي مقتنعة تمام الاقتناع ان لما يجي العريس هيشوفها فعلا كده،
ده راجع للعمل اللي هيبقى عنده او اللي هو هيتسحله ومقتنع بالكلام ده. المهم اول ما جت قالت لي قلت لها ايه اللي انت بتقوليه ده، انت اتجننتي؟ البنت لسه صغيره وما تفتحيش دماغها دلوقتي. قالت لي صغيره ايه ده، انا متجوزاك عندي 16 سنه. قلت لها زمنك غير زمن بنتك، انت ازاي بتقارني زمنك بزمنها؟ قالت لي بطل كلام فارغ، يجي العرسان توابير وانا ارفضهم كده ارتاح نفسيا، لكن لحد دلوقتي ما حدش يخبط على بابنا لا والف لا، انا هروح وهعمل لها. وهي مقتنعه انها طالما ما بتاذيش حد يبقى عادي انها تعمل الاسحار، وتقول لي البني ادم ربنا يحاسبه لو بيأذي الغير، لو انا عملت سحر لواحده اذيتها عملته لها بمرض او فقر او عيا او ايا كان ساعتها اه، لكن طول ما انا بعمل الحاجات دي بنيه ان احنا نتطور ونبقى احسن وبنتك يجي لها عرسان وانت ربنا يفتحها عليك، وطول ما انا محصناك ومحصنه نفسي يبقى خلاص. غلبت اقول لها ان تحصين النفس بيبقى بكلام ربنا، غلبت اقول لها ان كل اللي انت بتعمليه ده بدع ومش حقيقي، لكن هي بتقولي انت ما تفهمش حاجه. ده غير ان هي حتى الموسيقى اللي بتسمعها كلها عباره عن ناس غريبه وبتسمع حاجات انا ما ببقاش فاهمها وتواشيح وحاجات غريبه. احيانا كده تيجي يوم في الاسبوع الاقيها لابسه لبس عجيب وعايزه تلبسنا زيها وتفضل واقفه وتفضل تعمل حركات انا مش فاهمها. كتير عديت لكن دلوقتي مليت، مليت وزهقت من مراتي اللي انا حاسس ان سلوكها كله خلى الناس تبعد عننا، خلى الناس تنفر مننا، خلى الناس تخاف تتعامل معانا. احنا الناس بتخاف تدخل بيتنا، لما حد يطلع بلكونتنا يتخض، يعني ايه ادخل البلكونه الاقي رون خرفان متعلقه؟ انا مش فاهم حقيقي، مش فاهم ازاي ده بيحصل. وهي عندها معتقد قوي جدا تجاه الحاجات دي، ولو حد حرك حاجه من مكانها بيبقى ليلته سودة. ازاي اساسا اتجرأنا ان احنا نحرك حاجه من الحاجات اللي هي معتقداها؟ لازم نحط كل حاجه في مكانها، ويبقى مثلا الحاجه بالنسبه لها دي استغفر الله العظيم اكنها حاجه مهمه قوي ناقص تقف قدامها تعبدها. انا لولا ان عارف ان مراتي عارفة ان ربنا هو الواحد الاحد كنت قلت دي يعني استغفر الله العظيم بتشرك بالله، لكن انا عارف ده كويس وبلاقيها احيانا كتير بتصلي وبتصوم وبتعمل حاجات كتير كويسة، لكن مش قادر اسيطر على الموضوع ده معاها. انا بجد هتجنن، الموضوع دلوقتي وصل لبنتي عايزة تروح تعمل لبنتي سحر، قال ايه عشان عينيها تبقى ملونة؟ هو في حاجة اسمها كده؟ اقول لها ازاي يعني، هو انت رايحة لدكتور ولا رايحة لدجال؟ تقول لي ما تقولش عليه كده، ومش بنتك عينيها هتبقى ملونة، العرسان اللي هتشوفها عينيها ملونة. فانا مش عارف اتصرف مع مراتي ازاي، وهي بتتابعك باستمرار وبتشوفك باستمرار، عشان كده يا ريت تقولي لها حاجة يمكن يمكن تتغير. الراجل ده اللي بعت لي حقيقي انا وهو بيتكلم وبيحكي كنت احيانا ببقى عايزه اضحك، لانه بيقول تفاصيل يمكن انا ما قلتها لكوش كلها، بيقول تفاصيل غريبه جدا جدا، ست غريبه ليها افكار غريبه، بس انا اكتشفت ان مش الست دي بس اللي غريبه، تعرفوا ان في ناس كتير قوي 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 عندها تفكير غريب ومعتقدات غريبه. في ناس بتستسهل الطرق دي اكتر ما بيستسهلوا العباده. في ناس بالنسبه لها لما انا افضل اعمل شغل الدجل والشعوذه واروح لفلان اللي هيساعدني وهيعمل لي وهيديني حاجه احطها لفلان واشربه، هم معتقداتهم ان فلان ده بيسهل عليهم الامر، رغم ان ربنا اللي خلقنا اولا بجمال علاقتنا بربنا ما جعلش فيها وسيط، وقال اني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني، مفيش فيها حد مفروض يتوسط. لكن الناس دي من كتر ما هم شايفين ان العبادة فيها ارهاق وفيها مشقة بيبقوا شايفين ان هم يروحوا لحد زيهم زيه زيهم زيه بشر زيهم زيه هو اللي هيسهل عليهم الطريق، او هو اللي هيعدل لهم الميلة، او هو اللي هيحطهم على الطريق الصحيح اللي من خلاله هيعرفوا يمشوا ازاي ويروحوا فين او يقولوا ايه، وفاهمين ان هم لما يعملوا كده ان هم بيكسبوا رضا ربنا. ما يعرفوش ان ده طريق مالوش علاقه بربنا، لان ربنا بفضله وعزته وجلاله ما جعلش بينه وبيننا اي حد عشان مفروض ندخل في وسطينا نحكي له او نشكي له او نعرفه اسرارنا ونطلعه على حياتنا. ست زي دي ست غريبه جدا، ست غريبه حقيقي، لان بنت عندها 20 سنه، انت شايفه بنتي كبرت لدرجه ان انت عايزه تروحي لواحد عشان يجيب لها العرسان ليه؟ يعني فين انت ايمانك بربنا؟
فين انت علاقتك بالمولى عز وجل، وان الزواج ده رزق، وان ربنا بيبعت لكل واحد رزقه، والرزق ده بيجي في وقت معين ومحدد. كل اللي هقدر اقوله لك انت اخطأت من البداية. سكوتك على الغلط فهو غلط. واحنا كتير قوي قوي بنلاقي ناس بيعملوا الغلط وبنسيبهم، بس لو احنا ملناش حكم عليهم ممكن نسيبهم. لكن دي زوجتك، لو انت من اول يوم لقيت ان دي تفكيرها ومعتقداتها كنت لازم تفوقها، وكنت لازم تقول لها لا، مش انت كده الست اللي انا ابقى مبسوط انها مراتي، مش انت الست اللي تقدر تاخد بايدي للجنة، مش انت الست اللي تقدر تكون الزوجة الصالحة اللي تربي لي عيالي. كنت لازم من اول يوم تقول ستوب للغلط. هو مش الغلط كله ان ست تكون راجل، او الغلط ان ست تكون مش راضيه بعيشتك. انا شايفه ان اللي حصل جزء من الغلط، لكن انت عديته مقابل انها كويسه وبتستحمل وبتبيع دهبها وجابت لك شقه عملتها لك محل، فده خلاك تعدي وتقول هو والله خيرها اكتر من شرها. لكن هنا هي اللي كانت بتعمله ليه علاقه بانها كانت بتغضب المولى عز وجل. مفيش حاجه اسمها كده يا جماعة. احنا ديننا بسيط قوي وسهل قوي، احنا اللي بنصعبه. يعني انا بشوف ناس عندها استعداد تمشي بالمشاوير عشان تروح لمشايخ معينين، وعندها استعداد تمشي بالمشاوير عشان تزور أضرحة معينة وتروح لأولياء الله الصالحين، وعندها استعداد تضيع وقت كبير جدا من حياتها، وعندها استعداد ان هما يحجزوا مواعيد لحد معين عشان هما هياخدوا من بركته وهيجروا يبوسوا ايديه. هما عندهم يضيعوا كل الوقت ده، لكن ما يضيعوش الوقت ده في العبادات الطبيعية العادية اللي ربنا أمرنا بيها. ما هو ربنا على فكرة ما صعبش الأمر كده، احنا اللي بنصعبه على نفسنا. فاهمين ان ممكن البني ادم اللي انا رايح له وممكن امشي له مشاوير، وفي ناس بتسافر بلاد لحد، يعني انا اعرف ناس ممكن تسافر عشان تروح لفلان الفلاني، فلان الفلاني اللي هيمدهم بالبركه والنور، وفي الاخر هم مستخسرين في نفسهم عشان هم يقعدوا يعبدوا ربنا بالشكل الطبيعي السلس السهل، يعملوا اللي عليهم، يقيموا الليل، يصلوا الفروض، يصوموا، يزكوا، يتصدقوا. كل ده هم حتى لو عملوه بيعملوا الأصعب منه. في ناس ممكن تمشي بالمشاوير عشان تروح تاخد الإذن من واحد زيهم، شخص زيه زيها أو زيه زيه، عشان يدوله ورد أذكار، عشان يقول له امشي على الورد ده وقول ما اعرفش ايه لمدة 100 مرة واقرا على ايه واعمل ايه، وساعتها هتبقى من الناجيين، من الصالحين، من المرضي عنهم. طب انت اللي رحت عقلك كان فين لما مشيت بالمشاوير؟ انت مش قادر تعمل ده. مفيش حاجة اللحظة كده وقعدت مع نفسك وقلت ربنا اكبر واعظم واجمل وارحم منه يجعل بيننا وبين حد اساسا انه ان حد يتوسط لحد، وان فلان هو اللي هيقول لي اعمل ايه في ديني؟ في ديني انا مش انا مش شيخه يا جماعه، ومش بتكلم ده يعني عشان انا بستشيخ عليكم، لا. انا كل اللي انا بقوله ان لحد دلوقتي مازال لسه في جهل بيخوفني، مازال لسه في جهل بيخليني واقفه اقول ايه اللي حصل. بنتطور وتكنولوجيا كل يوم وحاجات جديدة بتحصل، ولسه في ناس من أسيء لأسوأ. في صور هتتعرض قدام حضراتكم، أنا لما لقيتها صراحة أنا حقيقي وقفت قدامها مستغربة. يا ريت تنزلوا لنا الصور دي. صورة مقص، ده صياد كان بيصطاد سمك عادي، اصطاد المقص ده. المقص زي ما انتم شايفين معمول عليه أعمال ومرمي في البحر. ليه مرمي في البحر؟ عشان طول ما هو في البحر صعب الوصول ليه، وطول ما احنا مش هنوصل ليه اللي اتعمل فيه العمل هيفضل، لو معمول بالمرض هيفضل مريض، لو معمول بالفقر هيفضل فقير، لو معمول بالخراب بيته هيتخرب وحياته هتتخرب. الراجل لما لقى المقص ده طلعه وعرف وصوره، وحسب على الناس، والصور دي على فكرة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب وقال حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي بيأذي الناس. أنا لقيت مقص، وأكيد صاحب البني آدم اللي اتعمل فيه العمل ده أكيد ده بني آدم ربنا راضي عنه، لما أنا أكون بصطاد سمك عادية يطلع لي المقص في الشبكة. وأنا استغربت لده، وحسب وقال حسبي الله ونعم الوكيل، ونشر الصورة وقال حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد بيعمل أعمال. الصورة دي اللي انتوا شايفينها ده طائر، عصفورة، حمامة، رابطين بقه ومخيطين بقه وحاطين العمل جوه بقه. فالطائر ده
بيفضل طاير طبعا طول ما مربوط بقه مش عارف ياكل، مش عارف ياكل، فبالتالي يومين ثلاثة وبيموت. فلما بيموت بصوا زي ما انتوا شايفين الصورة، لما بيموت رابطين مخيطينه بسلك، يعني رابطين بقه بسلك، يعني مش بس وزر انك بتعمل عمل، ده انت حارم طائر ما بيعرفش ينطق ولا يتكلم، من حقه الطبيعي في انه ياكل، ربنا بيرزقه بالاكل ده، كل ما هو بيطير ربنا بيرزقه باكله. هما رابطينه، فيفضل الطائر طائر يوم اتنين لحد ما بيلاقيش اكل بيموت. فهم كده من معتقداتهم ان العمل هيموت مع الطائر ده، وبالتالي العمل يفضل مستمر مستمر ويتجدد من غير ما حد يقدر يفكه، لان الطائر بيكون مات وخلاص. عايزه اقول لكم ان اسعار الاعمال والاسحار وصلت لارقام غريبه جدا، ممكن تبدا من 2000 جنيه توصل ل 100000 جنيه. يقول لك السحر الاسود وتجديد السحر الاسود ب 20000 جنيه، معرفش تجديد ايه بالسحر السفلي ب 10000 جنيه. ارقام غريبه، ارقام بتخليني احزن. احنا بعدنا قوي كده؟ لسه في ناس وسطينا عايشه ما تعرفش ان العلاقه عن ان الطريق لربنا هو الطريق المستقيم، ان هو الاله الواحد الاحد اللي امرنا بعبادات معينه ونهانا عن امور معينه حتى لو من وجهه نظرنا فيها ملذات، وهو ده طريقه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لسه في ناس في وسطينا بتروح لناس عشان تتوسط لها، لسه في ناس في وسطينا فاهمه ان اذن الضر والنفع بايديها، فتروح لبني ادم تقول له اعمل لي سحر ففلان يموت، واعمل لي سحر البنت تتجوز. لسه الناس دي معانا عايشين في وسطينا وعادي. كل اللي انا عايزه اقوله للناس دي، انتوا بتحكموا على نفسكم بالخراب دنيا واخره، خسرتوا دنيتكم، وكل الناس بتبقى بتكرهكم من عند ربنا، لان ربنا لما بيغضب على عبد بيشيل من قلبه، بيشيل كل القبول اللي فيه، زي ما لما بيحب عبد كل الناس بتحبه. فالبني ادمين اللي ماشيين في الطريق ده القبول بيتنزع منهم، فتلاقيهم سبحان الله مكروهين وسط الناس، منبوذين وسط الناس، ده غير بقى الاخره اللي بيكونوا خسروها. ده موضوعي النهارده، وانا حبيت اتكلم فيه. اولا الراجل اللي جالي ده انا مغلطاك زي ما انا قلت، وكان لازم يبقى ليك دور، ولازم دلوقتي يبقى ليك دور، مش عشان هي ست لطيفه وقادره تحوش لك وقادره تساعدك تتغاضى عن حاجه مهمه وهي علاقتها هي بالمولى عز وجل. فلازم يكون ليك دور وتقول لا وترفض. وكمان اي حد سامعني دلوقتي، يا رب نكون سبب، لو انت ماشي في طريق الضلال ترجع لربنا، الحق ارجع. وخلوني اخد اول تليفون واقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. ازيك يا دكتوره مروه؟ عامله اهلا بيكي، اتفضلي حبيبتي. الله يخليك. بصي حضرتك، انا مبسوطه اولا ان انا كلمت حضرتك بجد، يعني حبيبتي اهلا وسهلا. ربنا يخليكي. وانا كنت متردده ان انا اكلم حضرتك، بس يعني ايه، يعني انا بصراحه ارتحت لك، وبجد كان نفسي ان انا اتكلم مع حضرتك بجد. انا تحت امرك، اتفضلي. ربنا يسترها معاك. انا اول كلامي ان انا كنت يعني عايزه اعمل عمل لاهلي، لامي. ماشي. انت عايزه اعمل لهم عمل بالمحبه، يعني مش عامل لهم حاجه وحشه. انت عايزه تعملي عمل لاهلك يحبوك، يعني يحبوني؟ انهم عمل بالمحبه، يعني ايه، يبقوا زي الخطف في صباعي. ده طبعا بسبب ان انا بصراحه شفت ماساه، شفت حاجات، يعني حاجات وحشه جامد قوي في حياتي وانا بنت بنوت. اولا من ضرب، من اهانه، من ده من ده. فكل ده انا متجوزه بقالي 17 سنه. ماشي. ومعايا ست عيال. بس والله العظيم يعني ما شفتش منها حاجه حلوه الصراحه. من امك؟ حتى وانا ولا وانا متجوزه. اللي كانت بتعملك ايه يعني؟ بتضربني. ماشي. كانت تكتفني، تربطني كده وتسيبني في الاوضه لحد الله يرحمه خالي انا كان يجي يفكني. كنت من كتر ضرب وانا بنت بنوت كنت بهرب، يعني كنت بمشي بصراحه. فطبعا لما اتجوزت ومعايا اولاد دلوقتي، فيعني انا قلت العد عد خلاص، يعني مثلا وانا بنت خلاص. طبعا انا اتجوزت دلوقتي ومعايا متجوزه بقالي 17 سنه. فجاء ابويا الله يرحمه قبل ما يموت قال لي ان دي مش امك، بس كان بيقولها وهو متردد، يعني هو يعني ما قاليش ايه تاكيد. فطبعا بصيت لقيت ايه حماتي والدنيا في حالها كانت عارفه ان هي مش امي. وطبعا انا قلت مثلا ايه، يعني ايه الام اللي بتربي. وانت اتاكدتي من المعلومه؟ انا اتاكدت من المعلومه ازاي؟ اصل مش واحد، بصي حضرتك، لو واحد اللي بيقول او اثنين او ثلاثه
هنقوله ان دواء ايه يعني ايه. انما ده كله بيقول. طب وانت ما فيش اوراق رسميه بتثبت لك يعني الاوراق مكتوب فيها ان هي امك؟ اللي انا هي امي يعني. هي مكتوبه باسمي يعني، انا اسمي على عليها هي باسمي. زيك زي اخواتك يعني. ايوه بس اختي انا قالت لجيرانها هناك ان هي مش اختي وان انا مش اختها يعني. واخويا وكانت بتعاملك انت غير كل اخواتك؟ بتعاملني انا معامله خاصه يعني، معامله وحشه جدا. يعني انا اولا كنت متردده ان انا اقول الكلام ده، بس انا بجد يعني انا مش عارفه. طيب اولا احنا متخاصمين بقالنا دلوقتي سنتين. وبعد بعد ما اتجوزتي المعامله استمرت بنفس القسوه؟ استمرت هي هي يعني. انا ممكن انا كنت ابقى زعلانه انا وجوزي، كانت هي تغلطنا انا. لو زعلت انا واختي يعني ما تقولش لاختي ان انت غلطانه او انتوا الاثنين غلطانين. لا هي يعني هي بتغلطك انت طول الوقت. تغلطنا انا ماشي. اقل حاجه تقولها لي يعني مثلا ما تجيش تغلطني تقول لي وتضربني كده. لا ما هي لو ضربتني وشتمتني وبهدلتني زي ما هي عايزاني. لا هي اقل حاجه بتقول لي ان انت اطلعي بره مش عايزاكي. وتبقى عايزه تقطعك يعني. بتقطعني فعلا. هي كل يعني عايزه ان انا كل ما خاصمها اروح ابوس على رجليها. طيب انت ما رحتيش قلت لها انا عرفت انك مش امي الكلام ده حقيقي ولا لا؟ قلت لها. قلت لها اخر مره قالت لي انت مش بنتي. يعني اخر مره وهي بتكرشني بتقول لي ماشي بتقول لي انت مش بنتي. لما بقول لها طب انا اختها هي بتقول ده انا مش اختها وهي فضحتني واتكلمت عليا وكمان بتغلطيني انا. قالت اطلعي بره انت مش بنتي. لكن انت متاكده ان انت بنت الراجل اللي مات ده ودول اخواتك من ابوكي؟ هو ابويا. لان ابويا انا فعلا كان متجوز قبلها. فانت ممكن تكوني من الست الاولى اللي هي مامتك ماتت مثلا. ايوه الله ينور. بس هي بتقول لي لا ده انا امك فاهمه يعني. بتقول للناس ده انا امها. طيب انت دلوقتي ست متزوجه ومخلفه وهي مقطعاكي بقالك سنتين، عايزه ليه تعملي لها عمل بالمحبه؟ يعني انت تاكدتي من معلومه انها مش امك وما شفتيش منها حنيه، ليه ما بتقرريش خلاص انت مش امي وانا هنساكي؟ مش عارفه. لان انا برضو يعني انا عندي عيالي ما يعرفوش يعني ايه خالي، يعني انا معايا ثلاث صبيان اخواتي. ومعايا ثلاث بنات، عيالي انا لحد دلوقتي يعني. طبعا عندي ابني الكبير 17 سنه وبنتي متجوزه ماشي؟ ما يعرفوش يعني ايه خالي، يعني ما نطقوش كلمه خالي دي ولا خالتي. يعني ما بيجوش يزوروكي بيودوكي يدخلوا عليكي؟ لا 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 لا، ولا عيد ولا موسم ولا اي حاجه خالص. مفيش. يعني ناسين ان انت اختهم. هم متاكدين يعني حتى لما بيقابلوني ماشي. بس انت اختهم اوريدي من ابوهم، يعني حتى لو مش اختهم من امهم وابوهم، مش لو انت مش شقيقه ليهم، انت اختهم من ابوهم. الله ينور عليك. لا هم بقى زي ما تقولي عشان هم ما يزعلهاش. طيب هم بقى علاقتهم ببعض كويسه؟ مع بعض كويسين خالص. وبيزوروا بعض ويودوا بعض ويجيبوا لبعض مع حاجات؟ مع بعض بصي زي الفل وكويسين خالص مع بعض وحلوين. وممكن يعني اختي كانت تيجي تكلمني من وراهم. تمام؟ اختي الثانيه برضو لو قابلتني تكلمني من وراهم. سبحان الله. وهي ما عندهاش اي عاطفه تجاهك؟ يعني دي ربتك سنين العمر، مفيش اي عاطفه تجاهك؟ مفيش خالص يعني. انا بصراحه يعني انا فعلا فكرت في الموضوع. والناس قالوا لي يعني، الناس قالوا لي اعملي عمل اللي هو ان انا ارش وكده بالمحبه، ان هم يحبوك يبقوا معاكي ويود على عيالك وكده يعني. وتفتكري هو ده الحل؟ ما انا باخد راي حضرتك. لا طبعا عمره ما يكون ده حل. اسمعيني يا حبيبتي، ربنا يا رب يكرمك ويرزقك كل الخير على قد صبرك، لانك اكيد صبرتي على الاسوأ. واكتر شيء مؤلم في الدنيا لما تبقى بتشحت الحنيه من حد، ده شيء مؤلم قوي. لكن اوعي تعالجي الغلط اللي هم بيعملوه، اللي ربنا بيعلي بيه اجرك على قد صبرك وعلى قد وجعك وعلى قد ما انت كنت بتتمني انهم يبقوا عزوتك وعيلتك. فاوعي تضيعي الجمال اللي ربنا بيرفع بيه درجاتك. وكل ما هم بيقسوا ربنا اللي بيطبطب، كل ما هم بيقسوا ربنا اللي بيحن عليكي، هو اللي بيسخر لك العباد الصالحين. ويمكن تلاقي رزقك في زوجك، تلاقي رزقك في ولادك. اصل ربنا حنين وعادل قوي قوي، ما بينساش حد. زي ما بيقولوا كده بيقطع من هنا ويوصل من هنا، حتى لو هم قاسين فرب العباد هو اللي بيداويكي وبيطبطب عليكي. فانت يكون ربنا بيعلي في اجرك، وكل ما بتصبري او هم بيوجعوكي بيعلي في اجرك اكتر. تروحي انت رايحه مضيعه كل ده عشان تعملي عمل؟ عمل ايه؟
وهيعمل ايه العمل ده كله بيد ربنا. القلوب من اصابع الرحمن يقلبهما كما يشاء. يعني قلوبنا كلنا كده، كل البشر من ايد ربنا. هو اللي قادر يجعل قلوبهم من ناحيتك حلوه، اللي قادر ينقي قلوبهم من الغل والحقد اللي من ناحيتك الغير مبرر. وهي ست قاسيه، لان مش بالضروري الام تخلف، ممكن الام تربي وما تبقاش ام، ممكن ما تبقاش هي اللي خلفت ده، بس فكره انها ربته وعشرته وشافته وشافت تفاصيله يبقى عندها بالدنيا وما فيها. لكن هنا الست دي ست قاسيه، ست قاسيه قلبها قاسي. فانت يكون ربنا بيعظم اجرك وانت تضيعي كل ده عشان عمل وعشان مين؟ عشان ناس اصلا عايشين لنفسهم وعايشين وناسينك اصلا، مش هينفعوكي. يوم ما هتقفي بين ايدين ربنا هما مش هينفعوكي. ارضي ارضي واحتسبي ده في ميزان حسناتك، واصبري على هذا البلاء وما تدوريش عليهم طالما هم ما بيدوروش عليكي. وهم هيتعاقبوا، لان في صله رحم بينك وبين اخواتك هم اللي قاطعينها وهيتعاقبوا على ده. وانت اعملي عزوه باولادك، ربنا يحميهم، بزوجك، باهل زوجك لو ناس طيبه، ما توقفيش حياتك عليهم. ونصيحتي لكل اللي بيسمعوني، ما توقفوش حياتكم على حد. اللي شريك وحبك وعايزك وعايز يبقى معاك بقلبه خير وبركه، لكن اللي يقدر يعيش من غيرك انت كمان اقدر عيش من غيره. كن اغنى الناس عنه. معايا مين تاني؟ الو الو الو، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي، اتفضلي. الو، عامله ايه؟ انا بخير، اتفضلي، انا سامعاكي، احكي مشكلتك، انا سامعاكي. بقول لحضرتك انا كان معمول لي عمل بقاله 17 سنه. انا سامعاكي يا فندم، كملي. واتجوزت 3 مرات. ما انا بتكلم مع حضرتك، واتجوزت 3 مرات وبيتي اتخرب. بيتك اتخرب؟ مين اللي بسبب العمل؟ يعني العمل ده معمول لك من زمان وهو كان سبب طلاقك؟ هو كان بسبب طلاقي ومعمول لي يعني. ممكن توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون؟ تمام. بس ف كده سامعاني حضرتك؟ سامعاكي، اتفضلي. فهو طلب مني حاجات عشان يتفك بنفس اللي معمول له وانا مستحرمه. الطلب منك ايه؟ ان هو يتفك، يعني هو معمول لي بالسفلي، لازم يتفك بالسفلي. إيه والسفلي ده بيعملوا له ايه عشان يتفك؟ لا، حاجات مش كويسه. ومين اللي طلب منك ده؟ انا كنت تعبانه وكنت مريضه، ولما رحت اكشف فالدكتور، انا عندي دوسيه قدي كده الدكاتره. فجيت في مره واحده كانت قاعده معايا في المستشفى، قالت لي طب روحي للشيخ، فروحت فعلا لشيخ، فلقيته بيقول انت معمول لك عمل بقاله 17 سنه وبيتجدد. وانت طلقتي 3 مرات من غير اسباب ولا كان في اسباب؟ لا، انا اتطلقت 3 مرات من غير اسباب. انا عندي ابني الكبير عنده 15 سنه، ابوه ولا شافه ولا هو شافه. يعني ايه؟ وانت حامل طلقك؟ ايه؟ وانت حامل طلقك؟ لا، انا اتطلقت منه بعد ما جبت 2 سنين، يعني بعد ابني الكبير ده ما كان عنده 2 سنين. وبعد كده سابك؟ وبعد كده سيبنا بعض ورجعت اتجوزت تاني، جبت عيل عنده 5 سنين دلوقتي، ابوه ما شافوش برضه لحد دلوقتي. برضه اتطلقتي وانت حامل؟ اتطلقتي وانا حامل، في الاخراني ده اتطلقتي وانا حامل. وانت على ذمه التالت دلوقتي ولا اتطلقتي؟ لا، اتطلقت برضه. وخلفتي منه؟ لا، التالت ما خلفتش منه. يعني انت عندك ولدين؟ انا عندي 3 صبيان، عندي 2 من 1 وعندي 1 من 1. فانت رحتي لواحد قال لك انك لازم، الواحد قال لي لازم يتفك بنفس الطريقه اللي هو اتعمل بيها، فانا مستحرمه. وقال لك مين اللي عمله؟ لا، ما بيقولوش، ما قاليش. ومعلش، اللي المطلوب منك انت مستحرمه ليه؟ حاجه صعبه قوي كده؟ حاجه داخل فيها حرمانيات لربنا. يعني فيها اذى لحد؟ لا طبعا، هي ما فيهاش اذى لحد، بس هي عشان خاطر ربنا، انا مش عايزه اخدب ربنا في حاجه. يعني هو طلب منك ان هو يعني يعمل معاكي حاجه معينه؟
وهو ده اللي هيفك وهو ده اللي هيفك الصوفي عشان خاطر اللي هو يعمل حاجه معينه هيخليه علوي. بصي يا حبيبه قلبي، انت هو رديتي على نفسك، انت رديتي على نفسك. انا طبعا بهزر لان ده مهزله بجد، يعني مسرحيه هزليه ما بتخلص. هي اتطلقت مره واثنين وثلاثه وشايفه ان ده بسبب ان حد عمل لها عمل من 17 سنه، ولا عارفه مين اللي عمل، ولا عارفه مين اللي عمله، ولا اصلا في الكلام ده، ولا اصلا في كده. وهي اتطلقت واتجوزت زي اي حد ما بيتجوز وبيتطلق، وحالات الطلاق يعني ما في اكتر منها، وروحوا حكم الاسره وشوفوا. فهي راحت لواحد ما يعرفش ربنا ولا يعرف دين ولا يعرف اي حاجه غير ان هو بني ادم قذر بمعنى الكلمه. قال لها عايزه تفكي العمل السفلي لازم نفك بنفس الطريقه اللي اتعمل بيها، والطريقه دي زي ما هي وضحت كده انه راجل طمعان فيها كست باختصار، وهي مستحرمه. تفتكري واحد ده مبادئه في الحياه، واحد اللي انت رحت له يساعدك ده مبادئه في الحياه، هو ده اللي هيساعدك؟ لما يكون اللي هيساعدك مبدأه في الحياه انه يعمل علاقه محرمه وحاجه من الكبائر ربنا حرمها، هيساعدك؟ متصله تستشيريني، عقلك فين؟ هو انتوا ليه ما بتحكموش عقلكم يا جماعه؟ هو ربنا مش ادانا عقل عشان نتدبر ونفهم ونفكر؟ اللي رحت يساعدك طلب منك الطلب ده، يبقى ده ينفع يساعدك؟ لما هو ده علاقته بربنا هيعمل لك انت ايه؟ ارضي بما قسم الله لك ايه؟ واول الحل انك انت تساعدي نفسك بايدك. كل الناس اللي هتكلمني النهارده من النهارده للسنه الجايه هقول لها نفس الكلمه، محدش بيساعد حد، ساعد نفسك. حتى انا على فكره لما بتلجأوا عشان تقولوا لي، انا بساعدكم بالمنطق، بساعدكم بالحلول اللي واحد زائد واحد يساوي اتنين. هو دي الطريقه اللي ممكن نساعد بعض بيها، ان انصحك، ان اقول لك حاجه، اقول لك حل من وجهه نظري لو طبقتيه ينفع. لكن محدش بيقدر يساعد حد، لازم تساعدوا انتوا نفسكم بقربكم من المولى عز وجل، بالاذكار، بالقران، القران العظيم، الهديه اللي ربنا هدانا بيها واحنا ناسينها وبنروح لشويه دجالين نصابين يشتغلونا. معايا تليفون. الو الو الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم يا مروه، عامله ايه؟ اهلا وسهلا، اتفضلي. بحب حضرتك جدا اول حاجه، بعيد عن كل ده. تسلمي لي، الله يكرمك. دلوقتي انا والدتي كانت بتاخدني وانا عندي 14 سنه كده، كانت توديني عندي، مش هقول عليه شيخ دجال. كانت بتقول، كانت اي حاجه تحصل لي انا واخواتي او اي حاجه، اللي هو مثلا ايه، لقيت مثلا حبه ميه مرشوشين قدام الباب عادي، حد دلقهم يعني غير ما يقصد، لقيت اي لون، لقيت اي حاجه، الكلام ده. تقول معمول، تقول معمول عمل على طول. انتوا كده خلاص معمل لكم اعمال. فقامت مودينا عند شيخ قبل كده هوت، انا واختي صغيره. المهم الشيخ دوت، مش هقول لك قرا عليا قران ولا حاجات زي كده هوت، ولا قال لي حاجه زي كده هوت، لا دوت مسكني ربط على الابس اللي كان بيخنق. بيخنق اللي هو بيربط على رقبتك زي شال كده اهو، ويخنقك. هو ده العلاج؟ والله. ويخنقك، وانت مسافه ما بتتخنقي بيجيلك شنقات، اللي هو اكنك بتموتي فبتفرفطي، يعني بتفرفري في معاه، يعني انا حسيت نفسي ان انا مت بس انا ما متش. يعني انا قمت تاني. تمام. وكان بيعمل مع كان كل عندك 14 سنه. صغيره. انا كان بيعمل مع اي حد، كان كده. وبعدين كان ناس كبيره وناس صغيره وناس مش عارف ايه، كان ناس بتجيهم من بلاد كتير قوي. المهم ان دوت ما كانش بياخد اصلا من حد فلوس، بس هو كان بيشغل دماغه من ناحيه ايه، انا مش هاخد منك فوق فلوس، بس هتنزلي تحت عندي مكان تحت هتجيبي علاج وبتروحي دافعه فلوس تحت. يعني هو والمكان ده في بينهم المصلحه، هتشتري الحاجات من تحت وكده خلاص. يبقى المصلحه خدت حاجات من تحت والكلام دوت. قال لي ايه، ادعكيها على سلسله ظهرك، وانت كل يوم واقري ميه مش عارفه بايه كده هوت، وانت هتخف. فماما كانت معتقده ان السحر والاعمال والكلام ده كله، يعني اختي مثلا يغمى عليها، معمول لها حاجه، اختي تسيب خطيبها،
دي معمول لها حاجه، اي حاجه تحصل لكم يبقى عمل. وتقعد تحزن وتقعد تدعي كتير جدا وتصلي وتدعي وتقول حسب الله ونعم الوكيل اللي بيعملوك يا عيالي اعمال. في كل حاجه تقعد تحزن، نطره بتنطر بقى، بتصلي، تروح السيده زينب السيده نفيسه، تروح هناك تقعد تدعي حسب الله ونعم الوكيل اللي يعمل ده، بنتي دي معمول لها عمل، ده بنتي دي مش عارف ايه. لو واحده مثلا، انت عندك كام سنه دلوقتي؟ دلوقتي انا عندي 18. 18 سنه. وماما اتغيرت ولا ماما لسه مستمره؟ ماما اتغيرت، انا دلوقتي ما اتجوزت. ماما اتغيرت بس برضو في دماغها، يعني مثلا انا لو قلت لها دلوقتي يا امي انا ظهري وجعني وحاسه مش عارفه بايه ومش عارف ايه، ما انت كده ما معمول لكم. عم اختي من قيمه فتره اغمى عليها، كانت داخله تجيب ميه من الثلاجه عادي. طب وانتوا ما بتكشفوش على اختكم دي؟ اكيد عندها حاجه. اختي ما هي لا هي اغمى عليها، اول كان اول مره يغمى عليها، ديت كان اول مره يغمى عليها. غير اختي الثانيه كانت عادي، كانت عشان كان عندها انيميا فكان بيجي لها اغماء عادي. فماما قالت دي معمول لها عمل. اختي دي كانت طالعه تشرب بس من الثلاجه في الصاله تشرب ميه، قامت داخله مروحه داخله، فهي يعني بتشتغل شقيانه وبتشتغل، فاكيد جايه تعبانه وجايه مفرهده. فالمهم بابا بيقول لها يا مريم كلي مانجا، انا جايب لك مانجا قبل ما تنامي، كلي مانجا من الثلاجه. قالت له لا مش عايزه، وبعد كده لقيناها اغمى عليها وجالها تشنجات عادي، كانت اول مره تحصل لها. فاحنا قلنا نوديها للدكتور، قال لها لا ده هو اغماء ومش عارف ايه. طب ماما قالت ايه بقى؟ ماما قالت دي اكيد معمول لها عمل. وبيتجدد وبيتجدد، يعني في الوقت ده كان بيتجدد. بس انت بتاخدي الامور بضحك، يعني شايفه ان الكلام ده كلام فاضي ومفيش الكلام ده. ما بقتنعش يعني. انا لما بتيجي يحكوا لي وباجي اتكلم وهي تتكلم واعمال والكلام ده، اقول لها ما هو انت كل ما حد يتكلم تقول انت عامل لك عمل. لكن هي بس دايما شايفه كده، لكن ما تروحش تعمل اعمال لحد. لا ما بتروحش نهائي تعمل اعمال لحد. ما بتاذيش حد، وتحب تقرا الفنجال جدا، تجيب صاحبتها تقرا لها الفنجال، واللي تقول لها عليه مثلا انت هيحصل في حياتك كذا، انت هيحصل في حياتك كذا، ممكن اصلا بيكون حصلان صدفه. كل حاجه في الدنيا ربنا عاملها لنا سبب، احنا اسباب لبعض. طبعا طبعا. فاحنا كلنا سبب لبعض. بتقعدي بقى مع ماما تقولي لها ده؟ تقولي لها وجهه نظرك ده؟ والله بقعد اتكلم معاها لما تيجي تتكلم حاجه زي كده، اقعد اضحك اقول لها يا امي مفيش الكلام ده، وانت كل لما تتكلمي حد عامل لك عمل، حد عامل لك عمل، لقيت حبه ميه ما اعرفش حد كان، يعني لما اعرف الكلمه كان مرجع قدام الباب فيبقى عمل صفرة. قالت لي دعوة، قلت لها يا امي دي ريحه وحشه. لا وهي وعايزه افهم يعني كل خلق الله بيعملوا لكم اعمال، كل الناس مركزه معاكم؟ يعني مثلا احنا متخانقين مع مرات اخويا فهي كده خلاص هي بتعمل لنا اعمال. خلاص اي طرف انتم متخانقين معاه يبقى بيعمل لكم اعمال. بس هي مره واحده اللي ودتنا عند الشيخ دوت، وكانت بتقول ان احنا كلنا معمول لنا اعمال. وطبعا لو قالت لكم دلوقتي بترفضوا تروحوا؟ لا طبعا. احنا فهمنا وكبرنا وعقلنا فهمنا من الدنيا ومن الحياه وايماننا بربنا طبعا، فمفيش حاجه اسمها. خليكوا ورا ماما لحد ما ربنا ان شاء الله ينور بصيرتها، لانك الحمد لله ان انت فهمتي. ودي اهو ده اكبر دليل، لما بنت حلوه كده بتتكلم، كانت عندها 14 سنه امها خدتها وودتها لحد، والحمد لله انها جت على كده، والحمد لله ان الشيخ ده كان اخره بيعمل كده. ده في بيبقى او الدجال ده، عفوا عشان كلمه شيخ دي كلمه كبيره قوي وبتتقال في مكانها الصحيح. الدجال ده في بيعملوا اسوأ من كده، في ممكن ياخدوا البنت من ايد امها ويدخل بيها اوضه تاني يقولها عشان انا هساعدها وافك لها اللي عليها، ويعمل فيها حاجات مش كويسه. بقول لكم الحقيقه، بقول لكم الحقيقه عشان تفوقوا. ففوقوا فوقوا واعرفوا ان ده كله نصب ودجل وشعوذه. الو الو الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. وطي لو سمحتي. السلام عليكم. وطي لو سمحتي التلفزيون. السلام عليكم. ايه الاخبار عامله ايه؟ وطي لو سمحتي. السلام عليكم. وطي لو سمحتي التلفزيون. السلام عليكم. ايه الاخبار عامله ايه؟ ايوه. لا. الو. طيب
يا جماعه اي حد يكلمني ارجوكم وطوا التلفزيون، اسمعوني من التليفون عشان تقدروا تسمعوني ويبقى الموضوع يسر عليا وعليكم. يعني بنقول تاني وبنقول تالت وبنقول مليون مره، مفيش حاجه اسمها حد يأذيك او يضرك، لان ربنا بكرمه وفضله احتفظ باذن النفع والضر لنفسه. معايا التليفون رجع تاني. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. انا يا دكتوره الحمد لله بخير، اتفضلي. انا كنت معايا عمي اللي هو اصغر من الكبير. تمام. فهو يعني ما مدخلش بناته المدرسه خالص، فانا والدي دخلني المدرسه وكنت متفوقه جدا يعني في المدرسه. فراح عمي ده عشان لما لقيني متفوقه حاول ورا ابويا كذا مره طلعها من المدرسه وهو رفض، فراح عمل لي بيقول عمل لي عمل ان هو يجيب لي مرض ما حدش يجي لي خالص. هو مرض البهاء. ففضل معايا مرض البهاء ده. وجالك فعلا مرض البهاء؟ يعني لحد الساعه هو معايا بيعاني منه وما لقيلوش علاج خالص، كل ما اروح للدكتور يقول لي لا انت مالكيش علاج. كان عندي كام سنه؟ انا رحت خشيت زي كده في قصه حب، خدت فيها 5 سنين، وبعد كده يعني لما اتكشف في الحاجه دي اللي عندي سابني ومشى. كان كل عريس يجي يتقدم هو في جسمك الحاجه دي يعني في جسمك بس يمشي. انت عمي كان مبسوط جدا بالحاجه دي ويقول انا هاخدها لابني، وانا رفضت خالص وقلت لو حتى هقعد عمري كله كده. فبعد كده خشيت دلوقتي، انا اتخطبت لي سنه ونص، من ساعه ما اتخطبت انا كل يوم التانية بتلبس يخش فيا جن كده ويجيبوا لي شيوخه من مصر ومن بره، وعانيت كتير يعني حتى يخش فيكي جن 15 يوم انا بتلبس. بيعمل لك ايه يعني؟ بتعملي ايه لما بيحصل لك كده؟ لما بتلبس زي كده انا بعمل اصوات غريبه وبمسك السكينه وعايزه اموت اهلي وعايزه اهج وما طيقش حد، وبقطع شعري، قصيته كذا مره، بقطع هدومي حد ما يجيبوا لي. لكن انت ما رحتيش عملتي؟ انا بتلبس مش بعرف الايام. ما رحتيش كشفتي؟ ما رحتيش عملتي تحاليل؟ ما رحتيش يعني رحتي للدكاتره؟ البهاء ده ليه سبب، البهاء بيبقى ليه سبب في ال... ما اعرفش السبب، يقول لي ما عندكش حاجه. يعني ايه ما عندكيش حاجه؟ البهاء اسمعيني بس، اسمعيني يا حبيبتي، اسمعيني. البهاء مرض بيجي من نقص المناعه، فلازم يكون ليه سبب. يعني انت مناعتك مش مظبوطه، ملوش علاقه عمك اللي عمل لك العمل عشان انت شاطره في الدراسه. حتى لو عمك عمل العمل وهخليني معاكي للاخر، مش ده اللي جاب لك البهاء. عمك لو عمل العمل، طب ليه جاب لك بهاء بالذات؟ يعني ليه ما جابلكيش ولاعوذ بالله كانسر؟ ليه؟ مش عارفه. طب والشياطين اللي هي الشياطين، انت نفسيتك مش مظبوطه، مش مبسوطه، فلازم ان انت تتعالجي، لان انت الموضوع اللي في جسمك ده وخطيبك اللي سابك بسبب وكل ده مأثر عليكي نفسيا. وحتى لو عمك اذاكي، علاقتك انت بربنا عامله ازاي؟ بتصلي، بتعملي اللي عليكي، بتقولي اذكارك، بتسمعي قران، كل الحاجات دي هي اللي هتنجيكي. فانت محتاجه بس تفكري بشكل تاني، وساعتها هتخفي وحياتك هتمشي. معايا تليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا استاذه؟ بخير، اتفضل، انا سامعاك. نجاح النجاح ان شاء الله كده. اشكرك على المراتب يا رب. اللهم امين، اتفضل. مبروك على الدكتوراه يا فندم. الله يبارك في حضرتك، انا سامعة حضرتك. بص حضرتك، انا كنت عايز احكي مشكلتي. علي صوتك بس ارجوك. كنت عايز احكي مشكلتي. اتفضل، انا سامعاك. معايا المدام من 3 سنين كده حصلت حاجه معانا كده، مره واحده كده جالها صداع كده بس الساعه 1:30 2 بالليل. تمام. كان الوقت متاخر فمفيش دكاتره. فالصداع ده مره واحده كده وسع عينها اليمين بس. الصداع لا وسع. مين وسع عين مين؟ مراتك؟ صداع مره واحده شديد كده جالها في دماغها الجنب اليمين، وسع العين اليمين بالذات. فانا طبعا ما كانش في حد اروح له الساعه 2 بالليل. فالصبح على طول رحت لدكتور مخ واعصاب، قال لي صداع نصفي مايجرين. تمام؟ تمام. الصداع ده من كتر ما هو كان شرس معاها جدا، انا ابتديت ابحث عليه واقرا عليه وكده، واكتشفت ان العلاج ده، الصداع ده على مستوى العالم ملوش علاج، هو مسكنات بس. تمام؟ ف
فالمهم رحت للدكتور واثنين وثلاثه واستثرت بيها وعملت رنين على المخ وشرايين المخ واورده المخ ومفيش فايده برضه. مش اي علاج جاي معايا نتيجه. تمام. المهم حضرتك انا اتجهت بقى ليه لطريق ثاني. خدتها يعني جبت راقي شرعي تمام مش الدجالين وكده، لا انا بعرف اميز بينهم تمام؟ فالمهم مراتي اكتشفت ان هي عندها سحر. بعد ما مشي الراقي الشرعي ده بالليل واتكلم العارض، بصي حضرتك انا بسمع حضرتك من 3 سنين تقريبا واحترم حضرتك جدا وبحترم شكرا. تفكيرك وردودك يعني ما شاء الله عليك، ربنا يزيدك يا رب. الله يكرمك، اتفضل. فانا بختلف مع حضرتك في حاجه واحده بس. السحر حضرتك انا عارف ان انت مقتنعه ومعترف ان هو موجود تمام، بس حضرتك بتقول ان هو الضر والنفع بيد ربنا طبعا، دي حاجه ما حدش يقدر يختلف عليها تمام. بس ده حضرتك بيجي زي سبب، يعني ايه سبب؟ يعني حضرتك مثلا ان البني ادم ده ابتلاءه جاي في مرض، في بني ادم ثاني ابتلاءه جاي في سحر، السحر ده حضرتك بيبقى موكل بعارض، العارض ده اللي هو خادم السحر، فاهماني حضرتك؟ خادم السحر ده بيروح بمهمه معينه بينفذها، وفي ناس حضرتك بتفضل في السحر ده لغايه ما تنزل ابراها، لغايه ما تموت ما بتعرفش تعالجه. بص حضرتك في مداومه وفي رقيه شرعيه وفي حاجات كتير، بس البني ادم لما ايمانه بيضعف او بيأثر بالذات الست، يعني هو بيبقى عند الست اغلب. طيب احكي لي، مراتك خفت؟ لا حضرتك انا لغايه دلوقتي في صراع، يعني انا اخر مره اكتشفت ان اتكلم معاها ووديت عند راقي شرعي والله العظيم، اتكلم اللي عليها وقال لها مأكول من 3 سنين، قال له قعد يستجوبه والعرض اللي عليها اتكلم. ديانته مسيحيه، عنده 20 سنه فهماني. انا صرفت يعني مش هقول لك، انا سيبك من الصرف ده، الفلوس دي بتروح. طيب انا يا استاذي، انا يا استاذي عندي اقتناع مش هقدر اغيره، معلش كل واحد ليه قناعات وانا ليا قناعات. السحر لو موجود ومذكور في القران على راسي، لكن ربنا دايما عشان هو حكيم وكريم خلق الداء وخلق له الدواء، واكبر مثل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لما عي وتعب وكان مسحور نزل سور ايتين معوذتين 11 سوره فكوا 11 عقده، وبالنسبه لي مفيش احسن من كده. اصل الحكيم لازم كان يبقى في داء حقيقي، عشان احنا في دنيا، عشان احنا في دنيا مش في جنه، ففي سحر وفي ناس بتروح تعمل ده، وفي ناس بتشرق بالله، وفي ناس هتبقى دي اكبر يعني من اكبر ذنوبها اللي بيها مش هيقدروا يدخلوا يشموا ريحه الجنه، لان اللي بيعمل السحر وبيعمل الاعمال ده بيشرك بالله مفيش كلام. لكن ربنا الكريم مش هيسيب بني ادم هو اللي يتحكم في بني ادم، بالمنطق هو العظيم مش هيسيب بني ادم يتحكم في بني ادم. ممكن يجعله سبب زي ما انت قلت، سبب زي اي سبب، سبب زي اي سبب، ولو احنا اخذنا كمان بالاسباب هنخف وهنبقى احسن. طب ايه هي الاسباب اللي ناخد بيها؟ قربنا من ربنا، وراهن ان اي بني ادم اتحسد او اتسحر او حصل له اي شيء الخلل منه هو، انت مش قريب بالشكل الكافي، انت مش عامل اللي عليك، انت في مسافه وجاب بينك وبين المولى عز وجل. ارجع لطريق ربنا وانت ساعتها حياتك هتبقى احلى. ما بنحصل لناش اتزان غير واحنا مع ربنا، ما بنبقاش بني ادمين طبيعيين مستقرين قادرين نعيش غير واحنا مع ربنا. فاللي هيرجع لطريق ربنا باذن الله تعالى مش هيحصل له اي حاجه وحشه، وان حصلت له هي مكتوبه عليه، هي دي رزقه، هي دي رزقه. ولازم يبقى عنده يقين ان برضه اللي هيرفعها عنه هو المولى عز وجل. دي قناعاتي، وربنا يا رب يديم عليا قناعاتي. وابعدوا عن الامور الجهل، ربنا ما جعلش بينا وسيط، ربنا قريب قوي، ادعوه وقربوا منه واعملوا اللي عليكم، ومالكوش دعوه بامور الدجل والشعوذه. خلوني اطلع فاصل سريع ونرجع تاني. مشاهدينا اهلا بيكم مره تانية، نسيبنا بقى من السحر والدجل والشعوذه ونرجع تاني ان احنا نهتم بنفسنا ونبقى حلوين، وكل حاجه ليها سبب واحنا متفقين. فكل ما ههتم بنفسي ده هيعود عليا، وكل ما هبقى واخده بالي من نفسي ومن شكلي ومن بشرتي ومن شعري هبقى احلى، وده هيفرق في نفسيتي. النهارده معايا الجميله دكتوره ايه اسبتان اللي وحشتنا،
وهتقول لنا النهارده حاجات مهمه جدا للعنايه بالشعر والبشره. اهلا بيكي يا دكتوره. عامله ايه؟ الحمد لله على السلامه. قلت اجي الحقكم قبل المدارس. الحمد لله على السلامه. قبل المدارس، واحنا شغالين من امبارح كنا بنتكلم برضو في عرض المدارس. الحمد لله. وموضوع الشعر والبشره اللي احنا كل مره بنلاقي اسئله جديده وبنلاقي ناس عندها يعني تفاصيل جديده بتطلع بالزبط. والناس بتبهدل على بعض وبتزود بعض على بعض. فانت قولي لنا بقى النهارده ايه الاخبار؟ بصي، كلنا عايزين شعر شكلنا يبقى حلو. صح. شعر شكلنا يبقى حلو، يبقى عايزاه لامع، عايزاه صحي، عايزه مفيش تقصف، عايزه مفيش قشره، عايزه مفيش بهتان، عايزه مفيش هيشان ولا جفاف ولا تشابك. وطبعا كلنا طمعين نبقى عايزين حته طول. عايزين شعرنا يطول. فالنهارده معايا مجموعه سله عندي يعني انا اقدر اقول لك ان كل منتج فيها هي مجموعه. بس انا اقدر اديكي النهارده مجموعه عنايه، واقدر اديكي مجموعه اطاله. لو انت عايزه تطولي اقول لك تعملي ايه، لو انت عايزه تعتني بس. انتوا عاملين معانا الواجب وجمعتوا الشعر والبشره عشان ده كان مطلب، وكنت الناس بتوقفني تقول لي احنا عايزين حاجات الشعر بس، احنا جبنا حاجات البشره، طب احنا جبنا البشره وعايزين الشعر. مش بس كده، احنا زودنا كمان منتجات جديده يعني بمكونات جديده، فالدنيا معانا الحمد لله. لا، سلع ممتازه جدا جدا جدا، وانا شهادتي بقت فيها مجروحه، لان انا كتير جدا بقول لكم كده، سلة فعلا منتجات محترمه قوي، منتجات ليها تاثير قوي. لسه النهارده بنوته معانا في واحنا بنجهز قالت لي انا كان عندي انتفاخات تحت عيني، ودكتوره شذا اديتها حاجه كده قلت لها دهنيها، بتقول لي انا لقيت عيني اتشدت طول الليل. السيرم رهيب، شد ونضاره فظيع. يا جماعه السيرم ده بجد جيبوه، السيرم حلو قوي، سيرم الشعر وسيرم البشره الاثنين حلوين قوي. طيب نتكلم ايه، نبدا بايه؟ بصي، نتكلم بايه؟ نخش الاول في المدارس ولا نخش في ايه؟ زي ما انت عايزه. انا النهارده معاكي، المهم نفيد الناس. نفيد الناس طبعا. في خناقتين في المدارس. خناقه 7 الصبح، يلا بنسرح ويلا في تشابك ويلا فيها يشان وبنشد التوك قد كده، والعيال شعرها ما بيتسرحش. فانا النهارده عندي ليكي اكتر حاجه تديكي ترطيب وتديكي حمايه وكمان تديكي غذاء ونعومه كمان للشعرايه، ايا كان شكل الشعرايه مجعده او كيرلي، لا هيديكي كمان نعومه وفرد. اللي هم المكونين الاساسيين عندي او المنتجين الاساسيين اللي هو البلسم والسيرم، دول بقى فرد، تنعيم، منع هيشان، ترطيب، اكتر يعني اكتر من رائع. تمام. طب في بقى جزء تاني او مشكله تانية الستات بتواجهها او الامهات بتواجهها. ايوه، مش عايزه اقول بقى عليها طبعا. ايه؟ ملهاش علاقه احنا في مدرسه ايه، ملهاش علاقه احنا في ناشونال في انترناشونال، ملهاش علاقه بالكاتيجوري، الامل. مش عايزه اقول لك كم مسجات جايه لنا على الصفحه. طبعا بيجيلي انا بولادي من الكي جي لحد الابتدائي الكلام ده كله. هقول لك ليه، النظافه الشخصيه ملهاش علاقه زي ما قلت لك احنا في مدرسه. صح. ايه فانت بتقولي انا ابني في مدرسه كذا مش هيجيله، لا دي عدوى الولاد بتعرق ليل نهار في المدرسه. الشعر بيبقى فيه بكتيريا مع العرق، بيطلع الفطريات او تطلع الحشرات دي، ممكن يبقى بياكلوا سويتس او بياكلوا حاجات في المدرسه ويحطوا يحط ايده على شعره غصب عنه او غصب عنها، فتلاقي ايه طلعت معانا الحشرات دي بالظبط. فالنهارده عشان خاطر امنع ان انا اخش في سكه الفطريات او الحشريات او كده، انا عايزه مكون يعني مضاد للفطريات، مضاد كمان بكتيري او منظف لفروه الراس بحاجه قويه جدا، وفي نفس الوقت ما تنشفليش. لان انا واحده من الناس يعني لما بشوف اصلا عندي قشره او اجيب شامبو للقشره او اجيب شامبو للفطريات او شامبو حتى للحشرات ايا كان السبب، بلاقي ان الشامبو ده بعد استخدامه اتنين الشعرايه نشفت. هو بينشف لان هو بيشيل كل الزيوت اللي موجوده وبيشيل كل الفطريات وبيغسلها، فالشعر بينشف. فالنهارده عندي الشامبو فيه زيت النعناع، فيه زيت شجره الشاي، فيه كافيين، مطهر طبيعي، مضاد بكتيري قوي جدا لاي فطريات لاي حشرات لاي مشاكل. طب انا خلاص نظفت الفروه، فانا عايزه ترطيب، فيه بنسينول، ارجان، جوز هند، كل الحاجات، لوز حلو، اطاله، فيه كل حاجه. فالشامبو ده اللي عايزه تحافظ على النظافه الشخصيه بتاعت ولادها في الحضانه في المدرسه، ايا كان، عشان ما تجيليش بعد اسبوع الاقي في حشرات او حاجه، الشامبو. طب امنع تشابك، امنع هيشان، تسريح، الكلام ده كله، البلسم والسيرم. البلسم ده جميل. بصي خطير، شفتيني قبل الحلقه قمت عامله ايه؟ البلسم جميل فعلا. بالظبط. فهي القصه كلها، انا ليه بقول لك ان كل منتج من منتج سله هو مجموعه لوحده؟ لان احنا اول حاجه عايزين نذكر الناس ان مجموعه سيلا مجموعه مصريه كلها منتجات طبيعيه او مستخلصات طبيعيه معموله بعنايه كبيره جدا، فيها زيوت وفيها اعشاب وفيها كل موجودة الحاجات، موجوده في الصيدليات الكبرى، موجوده في الصيدليات بس من غير عرض. موجود ماشي، بس موجوده لان انا في صيدليات كلمتنا ان الناس بتروح تطلبه من الصيدليه وعايزين عرض.
لا أوه. هو الصيدليه بيبيع الشامبو لوحده، السيرم لوحده، البلسم لوحده. ما انا عارفه ان الصيدليات كرهاني. لا والله انت عارفه عشان خاطر حوار العمليه، فانا نفسي كنت في الصيدليه فبساله أوه. فبقول له كذا كذا، لقيته بيقول لي ده الناس بتتخانق معانا عايزه العرض كامل. ما هم احنا ما عندناش عرض، هو يعني هم ما عندهمش عرض، العرض هنا بس البرنامج مروه عزام. فزي ما بقول لك كل مجموع، كل منتج في المجموعه هو مجموعه عنايه. ليه بقى؟ زي ما قلت لك منتج مرخص امن، ما تعمل عليه تجارب، مرخص من وزاره الصحه، موجود في الصيدليات. بصي النهارده والله قبل ما يجي كانت واحده جارتي بتقول لي ايه انا هعمل وصفه، طب هجيب ايه من على ابلكيشن بدون ذكر اسماء، هجيب كذا وكذا وكذا. قلت لها طب ثواني تعالي نعمل حسبه، الزيت ده بكام والزيت ده بكام والزيت ده بكام عشان نخلطهم على بعض، تديني ماسك او تديني وصفه او الكلام ده كله. لقينا ان هي تجيب 7 زيوت عاملين 700 جنيه. طبعا ما الحاجات دي كمان غليت قوي. طب انا اصلا مش عارفه ده معصور ازاي، متصنع ازاي، هل هو بيور اصلا ولا مش بيور. احطهم على لا بعض. انا بقى عايزه اقول للناس مفاجاه انا دي اكتشفتها، السيرم يا جماعه بتاع سيلا، السيرم ده عظيم. ليه بقى؟ في ريحه زيوت، انا مش فاهمه ازاي في ريحه زيوت، ورغم ذلك هو ما بيلزقش الشعرايه ولا بيعمل اي حاجه وبيمتص الشعر بيمتصه. طب ازاي دي اتعملت ازاي؟ النانو تكنولوجي. تقنيه النانو دي تقنيه تصنيع، تقنيه التصنيع دي اي حاجه ممكن يقول لك كريم بتقنيه النانو، اصل مش عارف ايه بتقنيه النانو. تقنيه النانو دي يعني احنا بناخد اصغر جزيئات من المكون او من التركيبه باكثر فعاليه، فعشان كده اول حاجه تلاقي الازازه صغيره تقعد معاكي فتره اطول. حقيقة. نقطه منها بترطب لك البيبي هيرو كله، بترطب لك الشعر. ممتاز. تمام. ولمعه عظيمه، بيحافظ او بيحافظ على الشعرايه. الشعرايه بتمتص وبتبتدي تحافظ عليه، بيعمل لي ريكفر للشعرايه ضد الحراره، ضد الشمس، ضد التراب، ضد اي مشاكل، الكلام ده كله. بصي بقى انا ممكن اقول لك خدي يا استاذه مروه، دكتوره مروه بقى، دكتوره مروه خدي البلسم لوحده، لا خدي السيرم لوحده، لا انا بدايه من الشامبو. الشامبو فيه مكونات حلوه قوي، بينضف لي فروه الراس وبيغذي وبيحمي وطبيعي وبيرطب، مفيش اي بيعمل حاجه حلوه قوي، بيفتح لي مسام البشره الشعرايه، بيفتح لي مسام الشعرايه. اقوم حاطه بعدها البلسم. فالبلسم يقوم ايه ممتص صوص سريع، صوص سريع جدا، ويرجع الشعرايه تاني ويقفل لي المسام ويديني ترطيب ويديني انسيابيه. في واحده دكتوره واحنا لسه كنا بنلبس بنسالها انت استخدمتي المنتجات، قالت لك لا ده انا بطلع من حمام الشعر طري خالص، عامل لي مشكله، عامل لها مشكله عشان طري زياده. عشان خاطر يستخدمي لي الشامبو زياده تاكيد عليه البلسم، طلعت حطت السيرم، فده كله ادى ترطيب وغذاء للشعرايه. فانا اقدر النهارده اقول لك مجموعه سيرم اللي هي الشامبو والبلسم والسيرم وكمان معاهم بقى ده الماجيك بتاعنا. ده ماشي. الاربعه دول مع بعض يقدروا يديكي غذاء وترطيب وحمايه، واكتر حاجه هتديكي طول الشعر. اللي عايزه شعرايه طول من 5-7 سنتي في الشهر، حبايه من دوت كل لا يوم. لا هي اللي عايزه صحتها تبقى حلوه كده وتبقى نشيطه وتقوم وتعمل الاكل كده بارتياح، ما تبقاش مستعجله، تاخد الفيتامين. الفيتامين بيعمل حاجه حلوه قوي، مقوي عام، في نشاط. برافو عليك. يعني انا من ساعه ما خدته بحس ان اولا اي نوم بنامه حتى لو ساعات قليله بقوم حاسه ان انا نايمه كتير. بصي في كولاجين، في حديد، في مغنيسيوم، في كالسيوم، في اوميجا 3 و6 اللي احنا بناكلهمش طول الوقت، في فيتامينز كتير قوي، في كل، في بايوتين، في كرياتين، في كل الحاجات اللي انا محتاجاها ادي اطاله وتنعيم، مش بس كمان قوه الشعر، لا انا عندي البشره، الضوافر، الكواليتي بتاعه الجلد نفسها، كل الحاجات دي اقدر اخدها من المكمل. طب النهارده بقى يعني العرض الجديد طبعا عشان انا لسه راجعه بقالي فتره، هناخد 4 منتجات، هناخد عليهم منتجين هديه. هناخد 4 منتجات للشعر، هنشتري 4 منتجات ولا ايا كان؟ لا الشامبو والبلسم والسيرم والمكمل الغذائي، 4 منتجات. هناخد معاهم منتجين هديه اللي هي بقى بونبونيه الشركه الجديده اللي هو السكراب بتاع البشره، بيشيل اي جلد ميت، بيدي تفتيح، بيعمل نضاره. تمام. لان هو كمان بالخوخ فدوت بيدي وايتنج وبيدي نضاره حلوه قوي للبشره. وكمان الغسول دوت اي حد بيطلع له حبوب، اي حد عنده مشاكل افرازات دهنيه، اي حد عنده طول الوقت بيعرق كتير او عنده مشاكل. هي تقريبا صوره العرض اللي موجوده ده العرض القديم يا جماعه، ده العرض القديم، صوره مش صح فممكن نشيلها، الصوره دي مش صح. العرض النهارده اللي معانا هتشتري 4 منتجات الشعر اللي هو شامبو وبلسم والسيرم وكمان المالتي فيتامين، هتاخد منتجين هديه من منتجات البشره اللي هو السكراب والغسول. وكمان الغسول. فهو ده العرض اللي موجود حاليا، عشان العرض اللي كان ظاهر ده يظلمكم، العرض اللي موجود ده احسن بكتير. وانا بنصح جدا بمنتجات الشعر، منتجات الشعر طبعا، منتجات البشره كمان جميله، بس انا بتكلم ليه؟ الشامبو حلو،
السيرم حلو، البلسم حلو، المالتي فيتامين مش هتكلم عنه، فعلا حلو وجيبوه واعملوا تحاليل. على فكره لو حد عايز يتاكد لو ليك تحاليل خده واستمر عليه شهر تقريبا او شهرين وروح عيد التحاليل وشوف انت هيبقى فعلا في فرق في تحاليلك ولا لا، عشان دي عن تجربه شخصيه. بس انا ما كنتش قاصده، يعني انا كنت عندي تحاليل ناقص حاجات معينه، وكنت بعمل تحاليل من فتره قريبه جدا، لقيت الحمد لله في حاجات كتير جدا ظبطت معايا، فالحاجات ما شاء الله حلوه وانا مبسوطه جدا بيكي وبكل حد اشتغل على سلة. اول مره اتعامل مع ناس عايزين يستمروا في السوق، فعشان يستمروا قرروا ان يكون عندهم ضمير، وده على فكره حلو قوي. اصل انت عشان تستمر وعشان تنجح انت ممكن تبيع شهر شهرين، لو ما عندكش ضمير ومش عامل حاجه محترمه هتنتهي هتنتهي، عشان احنا ما يضحكش علينا، احنا شعب مش سهل تضحك عليه وبنفهم قوي، ولما بنفهم فلان بيقول لفلان بيقول لفلان والدنيا بتنتشر. فاللي عاجبني في سلة واللي عاجبني في اللي اشتغلوا على سلة ان هم قرروا ان انا مش هبقى شهر ولا شهرين، انا هبقى موجود وهفضل موجود في السوق واسمي هيكبر. وفعلا سلة بفضل الله بقت دلوقتي معروفه بشكل كبير جدا. ما شاء الله. انا لسه كنت في احد المولات، يعني بقى الناس وهي بتتصور بجد حاجه حلوه، يعني نشتريها يعني على ضمانتي، واللي اشتروها بيقولوا لي يعني فعلا احنا لقينا فرق، عشان مكون طبيعي تركيزه عالي جدا جدا، كل منتج فيه حوالي 10 مستخلصات طبيعيه، ان كان زيوت او ان كان تركيبات او بروتين يزود الشعر. يعني مثلا الشامبو بس لو اتكلمنا عليه كعنصر هو فيه بايوتين وفيه كرياتين وفيه بانسينول وفيه زيت اللوز الحلو كاطاله وفيه زيت جوز الهند وفيه كمان زيت النعناع عشان يخاطر يشيل القشره، في كافيين، في زيت شجره الشاي، في حاجات كتير قوي. نخش بقى على البلسم برده نفس المكونات واكتر، نخش على تركيبه السيرم برضو كل المكونات اللي تعمل تغذيه وحمايه واطاله ونعومه للشعرايه، فهي مجموعه متكامله. وعشان خاطر لقينا بقى ان انت بس يعني من حقك ان كمان يبقى شكل شعرك حلو او طوله حلو او ملمسه حلو، المكمل الغذائي طبعا لو عندك مشاكل في العظم، عندك التهابات، عندك خشونه، عندك اي مشاكل، ذاكرتك مش احسن حاجه، عندنا مشاكل في المفاصل، عندي مشاكل ضوافري بتتقطع ما بتطولش، عندي بشرتي باهته، كل الحاجات دي في المكمل الغذائي اقدر ان انا عليك. حلو جدا، ناخد الاسئله. يلا بحبها. ونجاوب. علياء بتقول انا شعري دايما ناشف وبيهيش وبجيب منتجات بيكون مكتوب عليها انه بيرجع ترطيب الشعرايه، ما هو لازم يكتبوا عليها كده طيب، بس في الحقيقه بتضر شعري اكتر وخصوصا لما بنزل الشارع شعري بيهيش جدا. بصي، طب احنا استخدمت منتجات مكتوب عليها وما جابتش نتيجه، طب انت جنب المنتجات دي علياء بتستعملي حاجات او مثلا عادات بتخلي الشعر ينشف زياده؟ يعني هي مثلا بتعمل شعرها حراره كتير جنب المنتجات دي فبينشف اكتر. طب هل هي بتغسل شعرها كم مره وبتعمل مثلا حمام كريم كم مره او بتستخدم البلسم كم مره؟ طب هل في تسريحها اليومي بتستخدم سيرم ولا لا؟ طب هل هي بتنام على مخده ستان وعلى مخده قط؟ هل هي بتسرح شعرها بايه؟ كل دي تفاصيل صغيره احنا بناخدش. هل هي محجبه ولا مش محجبه؟ فالحجاب بيمتص من الترطيب بتاع الشعر بتاعها. طب هي بتقول لك لما بنزل الشعر انا شعري بيجيش، فهي شكلها مش محجبه. فممكن طبعا الرطوبه عندها زياده او في مكان مثلا فيه شمس اكتر او هواء اكتر او تراب اكتر. انا بقول لها اول حاجه تغسل شعرها بالشامبو مرتين، تستخدم البلسم مرتين او ثلاثه في الاسبوع، السيرم تستخدمه مره كل يوم، وعشان خاطر الهيشان وطبعا التقصيف والقصص ده كله، فمعنى كده ان البصيله نفسها ضعيفه او هشه فبتتاثر باي عوامل جو او اي عوامل مشاكل، ابتدي اركز مع المالتي فيتامين حبايه يوميا لمده 3 شهور مع المجموعه من اول. بصي هو من اول، بصي الشامبو والبلسم والسيرم من دي وين بشوف الترطيب. لا انا عايزاكي يا علياء التساقط من اسبوعين، لا خلينا شهر يا علياء وهتلاقي نتيجه. بس لا ترطيب من اول اسبوع يا علياء هتشوفيه. لا خلي يعني انا بقول عشان الناس برضو من اول اسبوع يا علياء لحد شهر هتشوفوا والله قد ايه النتيجه كويسه. منى بتقول انا لسه محجبه بقالي 9 شهور بس شعري ابتدى يتساقط وينشف من الروتس، الحل ايه؟ انا عايزه روتين وانا خايفه من الروتس. معنى كده ان في مشكله في الجذور، في مشكله في الجذور، يبقى انا عندي، شفتي في اول حلقه قلنا ايه؟ عندي فطريات، عندي بكتيريا، المحجبه عدم تهويه الشعر، ما بتسرحش شعرها كل يوم، ما بتعملش مساج شعرية، ما بتتنفسش، فابتدي يحصل عندي فطريات او ريحه وحشه او قشره او الكلام ده كله، فلما الحاجات دي بتحصل بتبتدي تضعف الجذور. فانا لما بقى عندي زرعه حلوه قوي مش ههتم بس بالورق اللي فوق، لازم اهتم بالجذر تحت، لان الجذر ده هو اللي هيطلع لي بصيله جديده، شعر جديد طول الوقت. ف
فعشان كده لازم اعمل ديتوكس كويس قوي، انضف الفروه كويس قوي، فلازم استخدم حاجه فيها زيت نعناع، زيت شجره الشاي اللي هم موجودين في الشامبو، استخدمهم مرتين في الاسبوع. ولو احنا عندنا مشكله في الجذور هستخدمه 3 مرات، هغسل بيها الجذور بس، وبعد كده احط البلسم من هنا لهنا مرتين في الاسبوع، وبعد كده السيرم يوميا في التسريح. السيرم بقى لو هي عندها مشكله ممكن احطه شويه من فوق من على الجذور، وابتدي احط شويه على الاطراف، وامسح مسحه خفيفه على الشعر. ام محمد بتقول انا بستخدم صابون من الصابون القديم اللي كان معروف، بستخدمه على شعري بقالي سنين السنين، وشعري ما وقعش ولا حاجه، لكن ناشف جدا جدا جدا، اعمل ايه؟ بصي بقى الصابون ده في الرغوه ما اقولكيش يا ام محمد. فبصي يا ام محمد يا ست الكل، الرغوه الكتير دي بتعمل، هي اللي بتنشف الشعر. دايما كنا بنقعد نقول في مجموعتنا ايه على فكره، هي إيه اسم الماركه؟ فعلا الماركه قديمه قوي، يعني مش عايزه اقولها بس قديمه قوي. بقولها لي يعني حاجه من زمان، انا بحب الحاجات دي. ماشي، دايما بنقول في مجموعتنا ان هي زيرو صوديوم زيرو سلفات، الناس اللي عامله شعرها ترميم، الناس اللي عامله بروتين، الناس اللي مش عايزه شعرها ينشف، مجموعتنا ما فيهاش صوديوم ما فيهاش سلفات، فما فيهاش رغوه كتير فبتنشفش الشعر. فانت يا ست الكل محتاجه ان انت تستخدمي الشامبو مرتين والبلسم 3 مرات في الاسبوع مع السيرم يوميا. انا عايزه طبعا ام محمد دي على راسنا، ربنا يديك الصحه. ازاي اغير ثقافه واحده بتقول انا بقالي سنين بستخدم منتج هو قديم قوي، وهي اكيد اكيد الست دي قرابه ال 50 55 سنه. هو حلو، هتلاقي الصابونه عارفه عامله لها ايه؟ خليه الشعرايه ما فيهاش اي زيوت، ما فيهاش اي قشر، عمرها ما جالها قشر، بس هتلاقي الشعرايه باهته وناشفه مقصفه وهايشه. ما هي بتقول هو ما بيقعش بس ناشف قوي. طبعا الصابون بينشف جماعه، انا لما بغسل ايدي بصابون يعني صابونه عاديه شويه بلاقي ايدي نفسها نشفت. نشفت بالظبط، فما بالكم على الشعر. فاحنا عايزين نغير فكر ام محمد. يا ام محمد، فكره ام محمد، الصابون دوت عشان يتعمل، عشان يخش في تصنيع، عشان يفضل بشكل القالب دوت، عشان بيخش فيه حاجات كيميكال او كيماويات كتير طبعًا جدا، ده في صودا كاويه، يعني صودا كاويه ده اللي هي البطاطس طبعا، صودا كاويه فهي كارثه. ده في دلوقتي ثقافه اصلا ان صابون الوش او صابون الايد نفسه بيمنعوه، خلوا بقى الهاند ووش والحاجات السايله عشان تبقى اكثر ترطيب او الكلام ده كله. فاحنا النهارده انت محتاجه حاجات كلها طبيعيه، فانا وفرت عليكي الماسكات، وفرت عليكي الخلطات، وفرت عليكي الزيوت والكلام ده كله، وحطيت لك كل المستخلصات وكل التركيزات في 3 عبوات بسعر اقتصادي امن معبأ مرخص من وزاره الصحه، تقدري تستخدميه وانت مطمنه من اول يوم بتشوفي نتيجه. في سؤال مضحك، قولي يا سنتي ايه في كوارع زي المره فاتت ولا ايه؟ دي فرح بتقول جوزي بيمشي معايا في الشارع شعره خفيف فبيقف وكل الناس بتضحك. متنمره. طب عايزه افهم، بص يعني دي نعمل ايه؟ طيب بيبقى عامل زي البيبيهات الصغيره، بيبقى لسه في اول سنه شعرتين ثلاثه واقفين، فبتبقى كانت عندي المشكله دي مع بنتي، واول ما عملناهم توكا قلنا يا فرج الله يعني تعمل لجوزها توكا. الحلقه دي مش هتتذاع، هتتذاع دلوقتي. انا هوا حضرتك. بصي يا فروحه، اول حاجه عشان خاطر الشعر خفيف، فانا محتاج ان انا انتج بصيلات جديده، انتج بصيلات جديده يبقى عايزه حاجات فيها مضادات اكسده زي الكافيين وشجره الشاي وكمان البيوتين والكرياتين الموجود في الشامبو، هينتج لي بصيلات جديده. طب هو خفيف يبقى انا محتاج تغذيه عشان تدي انتاج بصيلات جديده كمان، يبقى انا هستخدم السيرم. اول حاجه هو لما يستخدم السيرم وهو ماشي الشعرايه هتنام. لا بصي مش هتنام، هيعمل بيها ستايل. فاكره زمان كانوا بيحطوا جل عشان خاطر الشعر يفضل مرتب والكلام ده كله، وبعد فتره لقينا ان الجل بينشف الشعر فبيوقعه. لا، السيرم هيعمل له ستايل لشعره. اول حاجه هيخليه مسرحه كويس، ما تضحكيش بقى، خليه مسرحه كويس، وفي نفس الوقت هيديله ترطيب. لا مركزه يعني، هي ماشيه معاه في الشارع. اشمعنى الرجاله بتركز معانا؟ ماشي، لا معلش، لا انت شاطره يا فرح، انت عجباني. تمام، فانت بقى الاستاذ هي فرح بقى، جوز فرح، جوز فرح لازم يستخدم بقى المكمل الغذائي يوميا عشان خاطر ينتج لي بصيلات جديده ويحصل لي كثافه للشعر. الكثافه تحصل لي بالشامبو وبالسيرم وكمان بالمكمل الغذائي، لو استخدمه لمده 3 شهور الشعر هيفرق معاك جدا. ولازم طبعا يعمل مساج يوميا لفروه الراس اول ما يصحى قبل او اعملي له انت يا فرح المساج. لككي بقى انت يا فرح. طيب مهتاب بتقول انا شعري بطلت اعمله سشوار وبيبي ليس، وبقيت احاول اسيبه على طبيعته. حلو قوي. بس هو مجهد جدا، محتاجه طريقه اخليه يلمع وما يبقاش مقصف. بصي يا مهتاب، اللي باظ في سنين مش هيرجع في ساعات. صح،
فاللي هي عماله تعمله استشوار ومكوى وبيبليس وكل شويه ونعمل ويفي ونكسر ونفرد ونكسر، احنا الشعريه تعبت، الشعريه مجدأة في الاول وفي الاخر. يعني انا بصي كده للشعريه وهي مبلوله شوفي ضعفها. صح. فالحاجات دي لازم ان انا ابتدي اعمل كورس. انت لما بتتعبي بعد الشر عنك او اي حاجه بيحصل، الدكتور بيقول لك احنا عندنا فتره علاج وفتره نقاهه، وبتيجي كورس بيديكي خطه احنا هنمشي عليها من شهر لشهرين اسبوع ثلاثه حسب المشكله. فانا بالنسبه لي حاجات اي حاجه متعلقه بالشعر او البشره، دوره نموها او دوره حياه الخليه بتاخد وقت. فانا النهارده زي ما قلت لك دوره حياه الخليه، الكلمه دي كبيره قوي. ما انا عندي الشعر ده مكون من ايه؟ من خلايا او جزيئات. صح. فلسه مع بال ما يبتدي يحصل او دوره البصيله كانتاج بصيلات جديده او التقصير، هي عايزه صبر شويه، ما هي عايزة محتاجه تتعلم الصبر. فما هتاب اول حاجه هديكي نتائج سريعه جدا من اول يوم في الترطيب. لو انت خدتي الشامبو والبلسم والسيرم وكمان المكمل الغذائي، من اول اسبوع هتشوفي ترطيب، من اول اسبوعين التساقط بيقل، من اول ثلاث اسابيع لشهر بشوف اطاله. طيب ويا ما هتاب انا هقول الصفحات والله عشان بيقولوا لي الصفحات، الصفحات هتنزل حالا قدام حضراتكم عشان اي حد يحب يخش يدخل يعرف اي حاجه عن المنتجات، يسال الناس اللي اشترت. يعني انتوا عندكم الصفحات اعملوا فيها اللي انتوا عايزينه، وارقام التواصل قدام حضراتكم اهي لاي حد حابب يطلب المنتج. ومش بس كده، ده كمان في فريق طبي مختص للي عنده اي سؤال، اي سؤال يجي في دماغك تقدر تتصل عشان تسال وتقول اي تفاصيل وتصور لهم قبل وبعد. وبتمنى الناس تصور قبل وبعد، اللي جاله نتيجه كويسه فعلا واثر المنتجات اثرت عليه تاثير ايجابي فرحونا وابعتوا لنا قبل وبعد، حتى لو هتصوروا لنا شعركم بس جزء من بشرتكم لو كان فيها مشاكل. لان عايزه اوريكي حاجه لو ينفع دقيقه بس، للاسف انا مع الوقت بيخلص. عايزه اوريكي الكريم ده فوري، ده خطير كريم التفسيح بقى بكلاستر. أيوة الاسوس انا بحبه قوي، هتلاقيني على رقبتي طول ما انا ماشيه وعلى ايدي وعلى وشي. لا الكريم جميل فعلا ما شاء الله. والسكراب على فكره امبارح جربناه برده ممتاز. فين الكاميرا؟ فين؟ طيب قلتلكوا كده يا جماعه، يعني بصوا دي تجربه هختم بيها، مفيش ختام احلى من كده. بصي بقت ناعمه طبعا، ايدي من الكالونات والحقن. الف سلامه عليكي يا حبيبتي، سلامتك الف سلامه كده. اوكي بصي هنا طبعا طبعا على فكره فعلا الكريم بيفتح تقريبا من درجه لدرجتين. يا رب نكون بنفيدكم، ويا رب نكون ضيوف خفاف على قلوبكم. انا بحبكم جدا، والوقت بيجري معاكم كالعاده، وافكركم بموعدنا اربع وخميس وجمعه الساعه 9 مساء على شاشه قناه هي. تحياتي ليكم مروه عزام.